الخميس الموافق للأول من شهر يوليو لعام 2021، فأهلا بكم مشاهدين الكرام لعرض أبرز ما جاء في طيات صحافة مملكة البحرين. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت: الملك أيده الله يشيد بعلاقات الصداقة بين البحرين والصين، استيراد أجهزة طبية بأكثر من 15 مليون دينار خلال عام 2021. وإلى صحيفة الوطن والتي بيّنت: زار مركز المعارض الجديد بالصخير واطلع على مراحله، ولي العهد رئيس الوزراء: نسعى لأن تكون مملكة البحرين مركزا لخدمة اقتصادات المنطقة. وإلى صحيفة الأيام والتي عنونت: خالد بن عبد الله 572 مليون دينار حجم الإنفاق على مشاريع الطرق، استقبال طلبات التمويل من صندوق السيولة اليوم. أما صحيفة البلاد فقد نشرت: تفعيل إجراءات المستوى الأصفر بدءا من غدا لفتح القطاعات. إلى أبرز ما جاء في صحيفة الوطن، حيث نطالع منها أن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية أطلق برنامجا تدريبي لتطوير المهارات والقدرات المهنية للشباب البحريني من حديثي التخرج والباحثين عن عمل، وتأهيلهم لمواجهة متطلبات سوق العمل، وذلك بهدف زيادة فرص حصولهم على وظائف مرموقة في القطاعين الحكومي والخاص. نقلت صحيفة الوطن أن العضو البلدي مثلة الدائرة 12 بالمحافظة الشمالية زينب للدرازي كشفت عن بدء العمل على مشروع سوق والمحال التجارية التابع لبنك الإسكان في منطقة اللوزي مجمع 1018 خلال الأسبوعين القادمين، وسيستمر لمدة 6 شهور للانتهاء منه. نشر صحيفة الوطن مقالا لغازي الغريري والذي حمل عنوان البحرين تتعافى، فإلى سطور هذا المقال. نعم، ستعود عجلة الحياة الطبيعية للدوران بعد إعادة فتح الأنشطة التجارية في ظل أرقام إصابات قليلة مقارنة بشهر أو أكثر من الآن، والمسؤولية اليوم تقع على عاتق الناس من مواطنين ومقيمين في الالتزام. في الوقت ذاته نرى الإقبال الكبير والمستمر من المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، حيث يبعث فينا الأمل بأن هذه الجائحة ستنتهي بإذن الله إذا ما بقي هذا الوعي المجتمعي من الجميع بأن اللقاح هو السبيل بعد الله تعالى في محاربة ومقاومة هذا المرض. تخطت البحرين حاجز 1 مليون جرعة منذ أن تم إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا قبل ما يقارب 200 يوم. هذا الرقم يعني تطعيم أكثر من 80% من السكان المؤهلين لأخذ الجرعة الأولى، وهو ما يجعل البحرين تتبوأ مراتب متقدمة عالميا على صعيد نسبة عدد السكان الحاصلين على التطعيم الكامل. التنمية السياسية لا رجعة عن خيار الديمقراطية، عنوان مقال لهيفاء عدوان، فإلى سطور هذا المقال. خلال الندوة التي أقامها معهد البحرين للتنمية السياسية بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، توقفت مطولا عندما نقله معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى من تأكيد جلالة الملك المفدى أن لا رجعة عن خيار الديمقراطية، ما يعني أن المسيرة الديمقراطية التي تعيشها البحرين اليوم تعتبر خيارا استراتيجيا برؤية ملكية ثابتة وتوافق وتأييد شعبي واضح المعالم لا لبس فيه. إن المسيرة الديمقراطية شكلت الرافعة الرئيسة للدبلوماسية البرلمانية البحرينية والمتمثلة في وجود أحد أبناء البحرين في أرفع منصب برلماني عربي، إلى جانب ما تمثله معالي رئيسة مجلس النواب من إضافة نوعية للعمل الدبلوماسي البرلماني
والذي حقق للبحرين كثيرا من المكتسبات الإقليمية والدولية. نتحول مشاهدينا إلى صحيفة الأيام ونطالع منها أنه ابتداء من اليوم سيبدأ سريان تطبيق القرار بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة ما بين الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا خلال شهري يوليو وأغسطس. لفتت صحيفة الأيام أن الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات ندادين أفادت بأن شبكة حافلات النقل العام ستتغير مع بداية تشغيل مشروع المترو، مشيرة إلى أن الوزارة تبحث الآن الجوانب التشغيلية المرتبطة بالمشروع وسيتم الإعلان عن التفاصيل بعد استكمالها. بيّنت صحيفة الأيام أن صندوق السيولة أعلن عن بدء استقبال طلبات التمويل لشركات ومؤسسات القطاع الخاص اعتبارا من يوم الخميس الموافق الأول من شهر يوليو بالشراكة مع المصارف الوطنية المساهمة، وسيتم استقبال طلبات الشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار بحريني أو أكثر بدءا من الأول من شهر يوليو وحتى الأول من شهر أغسطس المقبل، فيما يبدأ التقديم للمؤسسات المتوسطة والصغيرة اعتبارا من الأول من شهر يوليو وحتى 30 من شهر سبتمبر من خلال الموقع الإلكتروني. نتحول مشاهدينا إلى صحيفة أخبار الخليج ونطالع منها أن الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية نهرة كشفت خلال الإيجاز الإعلامي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني عن تسجيل 6 مستودعات جديدة للمستحضرات الصيدلانية وترخيص 40 مؤسسة صحية خاصة، كما تم ترخيص أول مصنع محلي لتصنيع الأدوية ومصنع للكمامات الطبية. نقلت صحيفة أخبار الخليج أن النيابة العامة قررت بدءاً من إطلاق البرنامج التدريبي السنوي لتدريب الطلبة الجامعيين عبر الاتصال المرئي، وذلك بدءا من اليوم، ومن المقرر أن يتولى أعضاء النيابة العامة الإشراف على الطلبة وتقييم أدائهم. بيّن صحيفة أخبار الخليج أن هيئة البحرين للثقافة والآثار تطلق اليوم الخميس النسخة 13 لمهرجان صيف البحرين الذي يقدم الفعاليات الخاصة به عبر أثير العالم الافتراضي وحتى 31 من شهر يوليو الجاري، حيث تستمد نسخته من المهرجان من برنامج هيئة الثقافة لهذا العام بعنوان مسار اللؤلؤ، والتي تتنوع ما بين العروض المسرحية والموسيقية والفنية. ننتقل إلى صحيفة البلاد ونطالع منها أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 أعلن عن اعتماد آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، والذي على أساسها سيتم فتح أو إغلاق القطاعات المختلفة في مملكة البحرين، حيث تم تفعيل إجراءات المستوى الأصفر بدءا من يوم غد لفتح القطاعات بعد أن بلغ متوسط نسبة الحالات القائمة لمدة 7 أيام ما بين 2% وحتى 5%. لفتت صحيفة البلاد أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقعت 4 مذكرات تفاهم مع مؤسسات تدريبية خاصة ومنشآت عاملة بالقطاع الخاص لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم والارتقاء بقدراتهم المهنية ومهاراتهم الفنية من خلال برنامج التدريب على رأس العمل فرص ودورات تدريبية عبر تقنية التدريب عن بعد.
ذكرت صحيفة البلاد أن وزارة الإسكان قامت بسرعة التجاوب مع الحادث الذي وقع لأحد المواطنين بمنطقة شرق سترة، وذلك من خلال زيارة المنطقة وتثبيت المزيد من اللوحات التحذيرية والتنبيهية إلى جانب اللوحات المنبثقة مسبقا لدى بدء العمل بالمشروع، كما جرى التواصل مع الجهات المعنية بالسلامة البحرية والبيئية بوزارة المواصلات لاتخاذ الإجراءات المناسبة والاحترازية المشددة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا الأسبوع، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقة البرامج والبث المباشر عبر تطبيق بي إتش تي في أند راديو. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.